مشاهدينا، أهمية العمل المشترك دائما ما بين الكنيسة المحلية وكنيسة الغرب، هذا الشيء بيغني كنايسنا. اليوم بسلوفاكيا بالكنيسة الكاثوليكية هناك إكليريكيين ومن بيناتهم لوكاش لشتيتشيني، هو من سلوفاكيا وتحديدا من منطقة إيميني. هو حب انه يعمل تراتيل بيزنطية وطبعا يقدر يوصلها الى الشرق، مثل ما نحن كمان بدورنا اعمال كثيرة عم تنعمل بلبنان، ومنريد انه كنيسة الغرب ايضا تحكي عن هيدا الموضوع، نظرا لاهمية الشراكة ونظرا ايضا لاهمية العمل بيننا وبينهم. هيدا الشيء بيغني الكنيستين، بيعطي افق جديدة وبيعطي افكار جديدة. لوكاش يلي حب انه عبر شاشة تيليرمي البانوسات يقدر هو من يطلقه من لبنان ومن لكل دول العربية، يقدر يعرف الكنيسة المحلية على كنيسة بلادهم. رح نسمع مقطع من التراتيل. Ако козак чує серденье ковре, ся пісня мила, ся пісня люба, се про кохання, се про любов, як ми любили, стай розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. Як ми любили, стай розійшлися, тепер зійшлися навіки знов. إن شاء الله تكونوا هيك تعرفتوا على هالنمط الجديد. طبعا هي موسيقى بيزنطية معروفة، إنما اللغة يدخل عليها لغة أجنبية كما هذا شيء جديد. متمنى لكم طبعا مشاهدينا دائما تقدروا من خلال التراتيل بأي لغة كانت تكونوا فعلا عم تدخلوا بجو الصلاة. نحن وياكم مشاهدينا حنكفي فقراتنا مباشرة على الهواء من برنامجنا النور، معنا مع زميلتنا ميرفت.